كذلك البرتقال متوفر وبثمن معقول. جبت لكم يعني حلويات يعني كيكات خفاف بنان، القهوة تاع العشية مثلا اللي يحب يحضرهم مثلا، لأنه صدقوني بنان بزاف. تكتبوا معنا المقادير وطريقة التحضير. نبدأ مع الوصفة الأولى اللي هي كيكة بالليمون، يعني سهلة جدا وتحضر بطريقة بسيطة جدا. نحتاج في البداية زوج، يعني عندنا العجينة وعندنا كريمة. نبدأ يعني بلا جينواز كما نقولوا، بلو بيسكوي اللي هو عبارة عن زوج بيضات، نص كاس سكر عادي، نص كاس زيت، نص كاس حليب، يعني دائما نفس الكاس. بطريقة التحضير راح نعاود نزيد نشرح أكثر. نعاود، كنا زوج بيضات، نص كاس سكر عادي، نص كاس زيت، نص كاس حليب، كاس وربع فارينة، واحد كيس خميرة الحلوى، ملعقة صغيرة مبشور الليمون. هذا طبعا بالنسبة يعني لو بيسكوي. بالنسبة للكريمة اللي رايحين نزينوا بها هذا لو بيسكوي تاعنا، هو عبارة عن كاس ونص عصير الليمون، كاس سكر، 50 غرام مارغرين، زوج بيضات، وملعقة صغيرة مبشور الليمون، وملعقة صغيرة فانيليا. نعاود، كنا كاس ونص عصير الليمون، طبعا عصير الليمون يكون مصفي، عندنا كاس سكر عادي يعني السكر كريستاليزي، 50 غرام مارغرين، زوج بيضات، ملعقة صغيرة مبشور الليمون، وملعقة صغيرة فانيليا. نحتاج كذلك كاس نتاع بودرة الشونتي وكاس ماء بارد. هادو طبعا لتزيين هذه الكيكة. كذلك نحتاج ملعقة كبيرة كاكاو، يعني يكون بني، ملعقة كبيرة كاكاو بني يعني يكون شوية غامق، ماشي هذاك لو كلار وماشي هذاك الأسود، يعني يكون متوسط، يعني كان ثلث أنواع من الكاكاو، حنا نحتاجو النوع الثاني. هذاك طبعا لتزيين الكيكة. نروح الآن أخوتي المستمعات إلى طريقة التحضير، ودائما نزيد نذكر بالمقادير. طبعا في بداية تحضير هذا الحلوة هذه، نبدأ بتحضير يعني لو بيسكوي ولا الكيكة تاعنا. طبعا قبل ما نبدأ في تحضير الكيكة لازم يكون عندنا مول، يعني يكون في المستطيل ولا في المربع، يكون 30 على 20، لازم يكون 30 على 20، لأنه حسب لاماس اللي عندنا، يعني حسب هذاك الخليط اللي عندنا. نأكد المول تاعنا سواء في المستطيل أو في المربع، يعني في المربع يكون 30 على 30، أما في المستطيل يكون 30 على 20. نبداو تحضير الكيكة تاعنا. نجيبو إناء، طبعا أكيد الخلاط اللي هذا الباتور إلكتريك اللي عندها، واللي عندها البيتخان تخدم في البيتخان، لا علينا، حنا دائما نروحوا لأبسط أبسط حاجة اللي نخدموا بها. حتى اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي أخوتي المستمعات، تقدر أنها تحضر الحلوى ديالها بالخلاط اليدوي، يعني بالفوي مانويل، ماشي شرط يكون عندك يعني لو ماتيريال، الشرط أنك تخدم وأنك تتعلم وأنك تحضر، لأنه كامل الناس تبدأ من العدم، بدينا كامل من العدم والحمد لله، بالعقل بالعقل تتحصلوا يعني لو ماتيريال اللازم لصناعة أو لتحضير الحلويات. طبعا نبداو زوج بيضات ونحطهم في الإناء. نبداو في البداية، نبدا ندرب البيضات هذوك الزوج، ونبدا نضيف في السكر ديالي اللي هو نص كاس. عندي زوج بيضات، نبدا نضرب فيهم في الأول، ومن بعد نضيف السكر بالعقل. علاش ما نضيفش السكر في البداية أخواتي؟ يعني برك تدبيرة أو ملاحظة، أو يعني نعطيكم يعني ملاحظة جد مهمة. لو كان نحطوا السكر مباشرة فوق العظام، العظام ديالنا راحين يتحركوا، هذه يعني كامل يعرفوها خاصة المختصين في المرطبات، يعني في لاباتيسخي. جبنا زوج بيضات، بدينا نضربوا فيهم بالعقل، ونبدا نضيف في هذاك النص كاس تاع السكر غير بالعقل، وانا نضرب الخلاط ويدور، وانا نحط نزيد بالسكر بالعقل، ندير بالعقل بالعكس نخلص الكميه تاع نص كاس سكر مع زوج بيضات. نقعد نضرب 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 حتى يولي لي اللون يعني ابيض، يعني يتضاعف لو فوليوم، يعني الحجم تاع هذوك العظمات مع السكر، يعني يولي لي ابيض موسو ويتضاعف. بعد واش نزيد؟
كذلك نزيد نجيب حليب مش الزيت، نجيب الحليب. انا دائما انا ونخلط وانا نضيف في الحليب نص كاس نتاع الحليب، كذلك نزيد نخلط نخلط حتى نخلص. من بعد كذلك نزيد نجيب الزيت نفس الطريقه، الزيت ديالي اونفيلي، انا ونخلط وانا نضيف في الزيت، نزيد نخلط الزيت، نقعد ندرب ندرب حتى يندمجوا لي كامل المكونات. في الاخير خلاص واش ندير، نجيب كاس وربع فرينه مع واحد كيس خميره الحلوى مع مبشور الليمون، ونخلطهم كامل مع بعضهم، ونزيد نضيفهم العظام والسكر والحليب والزيت، نزيد نضيف خليط نتاع الفرينه. هنايا ممكن اخواتي نحي يعني لو باتور ونخلط يعني بالملعقه، ندخل بالعقل ندخل بالعقل نضل ندخل بالعقل حتى يندمجوا هذوك المكونات كامل مع بعضهم. المول ديالي يكون طبعا مدهون بزبده وفرينه ولا بالمارغرين وفرينه، يعني بوغي اي فاريني، ندهنه مليح. نجيب هذاك الخليط ديالي اللي حضرت، نحطه في هذاك المول اللي قلت القطر ديالو اللي هو يكون 30 على 20، اذا كان كان في المستطيل ولا في المربع. نسوي مليح هذيك لاماس ديالي اللي حطيتها في لو بلاطو، نسويها مليح. الفرن ديالي يكون مسخن مسبقا على 160 درجة. ندخل الكيكة ديالي للفرن ونخليها يعني حوالي من 10 ل 15 إلى 20 دقيقة، سا ديبا أختي النوع ديالك نتاع الفرن. لما طيب الكيكة ديالي نجبدها ونعاود نوليو إلى المرحلة الثانية. طبعا أخواتي المستمعات الكيكة هذه ديالي فيها كنا كريمه، عندنا كريمه الليمون وكذلك كريمه الشانتي، ونحتاجوا طبعا الشربات. يعني الطريقه سهله، الكيكه ديالنا طيب نحطوا نوجدوا الشربات. الشربات ديالنا اللي هما عباره عن كاس نتاع الماء، عفوا كاس تاع السكر بزوج كيسان تاع الماء وشريحه ليمون. نعاود، الشربات ديالنا اللي هما عباره عن كاس سكر عادي وزوج كيسان ماء وشريحة نتاع الليمون، يعني اون ترونش دو سيترون. نخلط كلش مع بعضه، نحطهم على النار مدة 15 دقيقة. لما يفوتوا هذوك ال 15 دقيقة نطفي ونخلي هذوك الشربات ديالي يبردوا. الكيكة ديالنا يطيب. طبعا لما تطيب الكيكة ديالنا نجبدوها طابت سيبو، نديروها هذاك لو تيست نبيكيوها طبعا بالكيغ دو ولا بالموس ولا، لما نجبروها ناشفة نجبدوها. الشربات ديالنا لازم يكونوا باردين، والكيكه ديالنا تكون شويه دافيه ما تكونش سخونه بزاف. نتقبوها هكذا بالكوردون ونبداو نشربوا فيها بهذوك الشربات. لازم نشربوها باش تجي نسخيه، يعني ماشي نشربوها حتى تجي يعني طايحه خلاص، ولكن نشربوها شويه يعني حوالي نص كاس ولا كاس يعني ماشي معمر نتاع الشربات اللي هما مخدومين بالماء والسكر وشريحه ليمون. نشربوها، نحطوها بجيه، نخليوها تبرد، ونروحوا الان نحضروا كريمه الليمون. اخوتي المستمعات تبعوا معنا برك الخطوات. حضرنا الكيكه نتاعنا، بعد وجدنا الشربات، لما طابت الكيكه ديالنا شربناها بالشربات، يعني كنا تقريبا بين نص كاس، الكاس ماشي معمر، يعني انتم اخواتي تحطوا غير بالملعقه بالعقل، وحط صبعك عليها هكذا، كي تشوفها طريه حبس، يعني ما تكثرلهاش الشربات بزاف. نحطوا الكيكه ديالنا بجيه، نعاودوا الحال نروحوا نحضروا كريمه الليمون. طبعا طريقه تحضير الليمون، طريقه تحضير كيكه الليمون طريقه سهله جدا. في كسرونه واش ندير؟ نحط هذوك زوج بيضات، نحط معاهم هذاك نص الكاس نتاع السكر. نعاود، عندي كاس ونص نتاع عصير الليمون يكون مصفي، وعندي كاس تاع السكر، وعندي 50 غرام مارغرين وزوج بيضات. نجيب كوس الكمكسرونه، نحط انا هذوك الزوج بيضات يعني زوج عظمات، نزيد نحط معاهم الكاس نتاع السكر، نخلط شويه هكذا نخلط نخلط، ومن بعد نزيد نجيب كاس ونص نتاع عصير الليمون. نقعد نخلط ويكون مصفي، هذه ناكد عليها، يعني لما نعصروا الليمون نصفيوه من هذوك لا بيلب ديفي. نخلطهم مليح،
نحطهم على نار هادئه ونقعد نخلط غير بالعقل غير بالعقل غير بالعقل حتى نحس انه هذاك الكريمه ديالي بدات تتقال. واختي الكريمه هنايا عس على اساس انه يعود يطيب لك البيض هذاك يولي لك يعني باين كومي نوملات. لا لازمك تخلط مليح العظام مع السكر مليح ومن بعد تزيد تضيف هذاك عصير الليمون تخلط مليح بعد تحطهم على النار وتقعد تخلط غير بالعقل غير بالعقل غير بالعقل. كيش تعرف باللي الكريمه ديالك تكالت تهز بمعرف هكذا وتخدم خط في الوسط تخدم هكذا خط في الوسط لما هذاك الخط يعني ما يرجعش هنايا الكريمه ديالك اي وجدت. لما توجد الكريمه ديالك وهي سخونه نحيها من على النار. واش ندير؟ نزيدو نضيفو 50 غرام نتاع مارغارين ونزيدو نضيفو مبشور الليمون ونزيدو نضيفو الفانيليا. هنايا اخواتي لما نضيفو هذاك مبشور الليمون نضيفوه يعني تقدر تضيفو في البدايه يعني كي تعود الكريمه ديالك على النار ومن بعد تصفي. ولكن الناس اللي يحبوا يعني ما يديرونجيهمش هذاك مبشور الليمون يعني عادي. كان الناس اللي يحبوا ياكلوه وكان الناس اللي ما يحبوش. عندك يعني طريقتين، يا اما تضيفو في البدايه من بعد كي تنحيها من فوق النار مباشره تصفيها ومن بعد تضيف لها الزبده وتضيف لها الفانيليا. هذا طبعا ادواق واختيارات. لما نصفيوها ونضيف لها الزبده نحطوها في طبسي نفيرميوها يعني نغطيوها بالبابي الورق الشفاف اون كونتاكت ندخلوها للثلاجه نخليوها تبرد ونروحوا الان نزيدوا نحضروا الكريمه نتاع الشونتي. تبعوا معايا مليح اخواتي. حضرنا كريمة الليمون اللي هي حطينا العظام مع السكر خلطناهم مليح زدنا ضفنا عصير الليمون يكون مصفي. قلت لكم تقدروا تزيدوا ضيفوا مبشور الليمون ومن بعد تصفيوه. حطيناها على النار طابت النار تأكدت لنا الكريمة نحيناها من على النار صفيناها من مبشور الليمون زدنا لها 50 غرام تاع المارغانين زدنا لها الفانيليا حطيناها في طبسي غطيناها بالورق الشفاف دخلناها تبرد. المرحلة الثالثة اللي هي نجيبو كاس نتاع بودرة الشونتي مع كاس تاع الماء بارد ونضربوهم مليح 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 حتى تولي يعني انكخام. سي بون وجدنا الكيكة طيبناها شربناها بالشربات وجدنا الكريمة دخلناها للفريجيدار تبرد زدنا وجدنا بودرة الشونتي. دوك واش نديرو؟ نجبدو الكيكة نجيبو الكيكة قدامنا بودرة الشونتي هذيك اللي طلعناها اون كرام. واش نديرو؟ بالمغرف نغطيو الوجه كامل نتاع الكيكه نتاعنا بالكريمه نتاع الشونتي يعني اللي طلعناها ولازمنا نسويوها مليح وتولي لنا كما يقولوا ليس يعني تجي هكذا كما يقولوا بالعاميه مسكوله مليح. تحط هذيك الكريمه بالعقل ومن بعد تجيب يعني مثلا لعندك سباتول سبيسيال باتيسري يعني تسوي بها ولا بحال كوبات هذوك سبيسيال نتاع الحلويات تديسي مليح السطح نتاع الكيكه ديالك وتدخلها للفريجيدار. بعد ما تحط كريمة الشونتي تزيد تعاود تدخلها مرة أخرى للفريجيدار وتزيد تعاود تخليها تبرد. لما تبرد أخواتي هذيك بودرة الشونتي كريمة الشونتي وتحكم روحها نزيدوا للمرحلة الثالثة كيفاش رايحين نزيدوا نزينوها. كما شفتوا أخواتي بعد ما شربنا الكيكة زدنا نحط لها كريمة الشونتي دخلناها للثلاجة بردت. الآن نروح نزينوها التزيين الأخير اللي هو لاكريم دو سيترون. واش نديرو؟ نجيبو كريمة الليمون ديالنا من الفريجيدار نحيو لها داك الغطاء ديالها نهزو حوالي زوج مغارف نحطوهم دون زان بول ما فيه الكاس ولا نهزو زوج مغارف من هذيك الكريمة نحطوهم بجيه ونضيفو لهم مغرف كبيرة نتاع الكاكاو. تبعوا معايا مليح. نجيبو كريمة الليمون نحيو لها الغطاء ديالها هذاك تاع البلاستيك نهزو زوج مغارف من هذيك الكريمة نحطوهم في الكاس ولا دون زان بول ونضيفو لهم مغرف كبيرة نتاع الكاكاو نخلطوهم مليح نغطيوها ونحطوها بجي. المرحلة الموالية نجيبو هذيك كريمة الليمون ديالنا ونفرغوها فوق هذيك كريمة الشونتي نفرغوها على السطح ديالها نحاولوا نسويوها مليح نسويوها كامل على السطح نتاع الكيكه نتاعنا. تبعوا معايا مليح.
نسويوها مليح مليح تكون كامل بنفس يعني التساوي على الجهات كامل. بعد واش نديرو هذيك الكريمه نتاع الليمون اللي زيدنا لها لو كاكاو نحطوها دون زون بوش واللي فيها هذوك العولب الخاصين يعني بالتزيين موجودين. نحطوا هذيك الكريمه دون زون بوش ونديروا خطوط خطوط يعني خطوط خطوط سواء بالطول ولا بالعرض كما تحبوا. من بعد نجيبوا ان كوردون ونديروا هذاك التموج يعني كما كنخدموا دي ميلفاي باش الاخوات يفهموني. نديروا بعد ما نحطوا الكريمه تاع الليمون نسويوها مليح نجيبوا هذيك الكريمه اللي حطينا لها الكاكاو نحطوها دون زون بوش ولا في هذوك العلب الخاصين هذوك الزجاجات الخاصين يعني بالتزيين كامل الاخوات يخص يعرفوهم. نديروا خطوط يعني خطوط ورا بعضهم. من بعد نجيبوا ان كوردون ونديروا هذاك التموج يعني نديروا نطلعوا ونهبطوا التموج هذاك يعني لو ماغبغي اللي يشبه لي ميلفاي. نتمنى ان شاء الله انه الفكره وصلتكم. بعد ما نخلصوا العمليه واش نديروا نزيدوا ندخلوا هذه الكيكه ديالنا سواء الكونجيلاتور ولا الفريجيدار من ساعتين حتى اربع سوايع حتى تجمد مليح وتحكم روحها مليح باش نعاودوا نروحوا نجبدوها باش نقدروا نقطعوها. طبعا لما تجبد الكيكه ديالنا مليح وهذيك الكريمه تحكم روحها مليح نقطعوها يعني مربعات صغار دي بتي ترونش ما نقطعهاش كبيره بزاف ونقدموها اخواتي المستمعات للضيوف الافراد الاسره كتحليه يعني في الغداء ولا في العشاء ولما لا حتى لوغوتين تاع العشيه. ان شاء الله اخواتي المستمعات سجلتوا كل المراحل سجلتوا المقادير طريقه التحضير ما كان فاتتكم حاجه اخواتي ما عليكم غير تتصلوا ان شاء الله في المرحله الجايه ان شاء الله هكذاك اكيد راح نفيدكم وتستفادوا باذن الله. مستمعينا مستمعاتنا بعد هذه الاستراحة نعود إلى الوصفات وإلى الكيفيات اللي كما كنت ذكرت في البداية زوج وصفات بالحمضيات قدمنا الكيكة نتاع الليمون. نروح الآن نزولا عند طلب الأخت الكريمة واللي كانت الآن على الخط الداخلي تأكد على تقديم الغريبية. أختي أني عند وحدي وجبت لك الغريبية بطريقة قديمة جدا يعني المعتمدة يعني الآن كاين عدة أنواع من الغريبية كان يدير لها بالزيت كان يزيد لها كاوكاو كان يزيد لها اللوز. يعني أنا اليوم راح نقدم لك الطريقة القديمة جدا اللي معتمدة في كل مكان وطبعا التشكيل يا اختي انت تشكلي بطريقتك وحسب ذوقك. انا نعطيك كيفيه وانت اختي تقدر يعني تشكلها بطريقتك الخاصه. واش لازمنا لهاد الكيفيه؟ عندنا كاس السمن يكون كما يقولوا طري يعني ما يكونش جامد بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش سائل. عندنا كاس ناقص الصبع نتاع السكر السكر الرطب يعني لو سكر كريستاليزي ما نتعمرش الكاس. عندنا كنا كاس نتاع السمن وعندنا كاس ناقص اصبع يعني موا ان دوا نتاع السكر الرطب اللي هو لو سكر غلاس يعني السكر الناعم. عندنا طبعا الفانيليا هذه حاجه باينه يعني كان الناس اللي يحبوا ينكلوها بالفانيليا. وعندنا تقريبا من زوج كيسان الى زوج كيسان ونص فارغ. نعاود ان كاس السمن يكون طري يعني يكون ماشي جامد بزاف وماشي سائل. عندنا كاس نتاع السكر الرطب ناقص اصبع يعني موا ان دوا ماشي معمر. وعندنا يعني هنا الفارغ نقول من زوج كيسان ونص. طبعا سادبا اختي انت كيفاش راح تبوشي الغريبيه تخدم الغريبيه ديالك. اسكو ديرها بلابوش اسكو ديرها باللمبوط اسكو ديرها في الطوابع اسكو ديرها في ليمو سيليكون اسكو تطبعها على شكل مقرطات. هنا اخواتي الان في طريقه الشرح وطريقه التحضير رايحه نزيد نعاود نفصل ونشرح اكثر. طريقه التحضير قبل ما نبدا في طريقه التحضير هنا يا اخواتي بالنسبه للغريبيه الماء هي كاين عدة طرق في تحضير الغريبية. كاين الناس اللي يحمصوا الفرينة ولكن بدون ما يعطيوها لون يعني يحمصوها شغل ينحيو لها داك لوميديتي اللي فيها ولكن بدون ما يحمروها يعني يعديوها شوية هكذا في لابوال ولكن بدون ما يعطيوها لون يعني تقاد باللون أبيض ديالها.
وكاين الناس يعني انا شخصيا ما نحمصهاش، نخدم ديريكتومون يعني نهويها كيما نكونوا نغربلها، بصح ما نحمصهاش. ولكن يعني ممكن تشوفوا بعض الوصفات كاين اللي يحمصوها ولكن بدون ما يعطيوها لون، يعني يخليوها يعني اللون ديالها الطبيعي. الطريقه كيفاش؟ نجيبوا يعني كيلو كاس نتاع السمن، اي كاس يعني اي كيلة تكيل بها، نقولوا كاس يعني سواء سطلا ولا ان بول ولا بواطا تاع لا مارغارين ولا بواطا تاع الطوماطيش ولا يعني كل سيده واش متوفر عندها في المنزل والكميه اللي حابه. قد ما تحب الكميه كبيره قد ما تكبر لا ميزور ديالك، يعني باش الاخت تفهمني خاصه اللي تاكد على الغريبيه، تحب كميه قليله دير كاس صغير، تحب كميه كبيره دير كاس كبير، تحب دير في الصحفه تاع الشوربه يعني الكيله دبروا راسكم. المهم نعتمدوا المقياس هو دائما نفسه او القياس دائما نفسه. نجيبوا هذيك الكينه تاع السمن ديالنا تكون كما يقولوا شاده روحها مليح. انا شخصيا كيفاش ندير الغريبيه، ندوب السمن قبل نحطها في لوبون في هذاك الكاس ونخليها تجمد. انا هذه هي طريقتي، نجيب السمن ندوبها يعني ماشي نخليها تغلي، ندوبها ليجيرمون على نار قليله، ومن بعد نعمر هذاك الكيلة رايح نكيل بها، نغطيها نحطها بجيه ونخليها تجمد. ما نحطهاش في الفريجيدار، نخليها في المطبخ نهار كنا عازمه راح ندير الغريبيه نوجدها على من قبل ونخلي هذيك السمن ديالي تجمد. من بعد نجيب هذيك الزبده ديال السمن ديالي نحطها في اناء، نحط معها هذاك الكاس ناقص اصبع تاع السكر الطب. طبعا لازم السكر كذلك نصفيه يعني نهويه نعديه في الصفايه ولا في الغربال. نجيب لو باتور ونبدا نضرب 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 حتى نتحصل يعني على كريمه لونها ابيض. لازم تروح لي هذيك الصفوره تاع السمن، تبعوا معايا مليح، لازم هذيك الصفوره تاع السمن اللون تاع السمن يروح. قاعد نضرب نضرب بالباتور حتى تولي لي يعني كريمه خفيفه وتولي لونها ابيض. هنايا نحبس الباتور. واش ندير؟ نضيف لافاني اذا كان حبيت، تقدر ما تحطش يعني هادو ادواق داكوغ، كان الناس ما يحطوش لافاني في الغريبيه. بعد واش ندير؟ نبدا نضيف في الفارينه، الفارينه ديالي كذلك نهويها، نضيف الكاس الاولاني وهذا الكاس الكيله اللي نكيل بها، هي اللي نكيل بها السمن وهي اللي نكيل بها الفارينه وهي اللي نكيل بها السكر. ونبدا نحضر في الكاس الاولاني وندخل بيدي، نزيد الكاس الثاني وندخل بيدي ونشوف. هنا اخواتي انت انا كان مثلا راح ديرها بلا بوش، راح تبوشيها بلا بوش، الغريبيه ديالك تجي شويه مطلوقه ما تجيش يعني جاريه بزاف. إذا كان هنا يا اختي انت راح تشكل مثلا الحرابش هذيك الغريبيه تاع الفرشيطه تاع زمان، ولا تاع مثلا الطابع تخدمها بالطابع ولا تقطعها يعني افيك دي زومبورت بياس على شكل قلب ولا على شكل وريدات. الان دوكا الطوابع موجودين اشكال والوان، او مثلا راح ديرها باللمبوط كما يقولوا بعض المناطق جهه الميليه وقسنطينه يقولوا المحقد، احنا هنا عندنا نقولوا اللمبوط داكوغ. هنايا لازم تكون شويه يعني حاكمه روحها اكثر، تزيد تضيف نص كاس تاع الفارينه، تقعد اختي بالايد ديالك حتى تولي اللون ديالها ابيض، بالايد ديالك تحبكها تحبكها ولازم ما تكونش يعني سائله ما تكونش تتلاصق، تخليها تريح شويه وتبدا تشكل في الغريبيه ديالك حسب الذوق اللي حباته انت. انا عطيتك سوا بلا بوش ولا باللمبوط ولا بالطوابع تاع السيليكون ولا على هذوك الطوابع اللي على شكل قلب على شكل مربع على شكل يعني دمعه كيما تحب انت اختي، وشكلي الغريبيه بطريقتك الخاصه. لما تشكل هذيك الغريبيه ديالك طبعا ديرها فوق لو بابي كويسون، من الاحسن ما تطيبهاش في ساعتها، يعني من الاحسن خليها تربوزي شويه. الفرن ديالك يكون مسخن على 160 درجه، ناكد ما لازمش النار تكون قويه، على 160 درجه. وهنا من الاحسن اخواتي انا كنت عطيتكم نصيحه قلت لكم ديروا يعني مقله ولا الطاجين اللي باش تطبخوا الكسره ديروه في القاعده نتاع لا كويزينيير نتاعكم، وحط الغريبي ديالك طيب ما تحمرهاش، قاد عس عليها. لما تطيب لك اختي الغريبيه ديالك تجبدها ما تمسهاش، تخليها حتى تبرد، ومن بعد اختي هنايا تنحيها وتخبيها بطريقتك الخاصه. طريقه سهله بسيطه مكونات بساط، يعني ما تديش جهد. المهم اختي الكريمه هنايا كما كنت قلت لك، اذا كانت تحب ديرها بلا بوش تجيك شويه مطلوقه لانه يتعذبك في
البوشاج، وإذا كانت تحب ديرها باللمبوط لازم دير شويه حكمه روحها، ولا طبعا بالطريقه التقليديه المتعرف عليها كامل، مام تخدوك دي بتيت بول يعني هذوك الكوريات اللي كنا نخدموهم زمان، ولا الحربوش ونقطعهم كفرط ونزينوها بالفرشيطه، ولا اختي تخدمها اي شكل من الاشكال. اختي كما شفت الغريبيه سهله بسيطه، يعني تحضرها بـ 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 يعني بطريقه سهله جدا. نتمنى اختي انك تحضرها وتنجح فيها، ونتمنى انك تتبعي ان شاء الله كل المراحل وكل التفاصيل وتنجحي فيها باذن الله تعالى. مستمعينا مستمعاتنا، كاين عده مكالمات مع سعيد على الخط الداخلي يطلبوا باش نزيد نعاود الغوسات يعني نعطيهم المقادير تاع الغريبيه، وكانت اخت يعني طلبت مني الكسره تاع الكوشه والكوشه ونسيت اختي عليك يعني سمح لي طالمون يعني والله العظيم مع الخدمه عندي بزاف يعني امور الوقت شويه محكوم، لكن معليش اختي دوك نعطيها لك على السريع. معليش الوصفه نتاع الكيك بالبرتقال نخليوها للاسبوع المقبل، نعطيك الوصفه نتاع الكسره نتاع الكوشه، الكسره ديال الكوشه دي طلبوها بزاف، ونزيد نعاود لكم لا غوسيت نتاع الغريبيه. بالنسبه للكسره ديال الكوشه بون، هنا يا اخواتي كان اللي يحبوا يحطوا لها فرينه، وكان اللي يحبوا يخدموها غير بالسميد. انا نعطيكم الكيفيتين. عندك مثلا عندك 500 غرام نتاع السميد مع 500 غرام فرينه، كو تقدر تحط غير السميد. بصح كيفاش تحط السميد؟ تحط 500 سميد يكون يعني متوسط، و500 تاع السميد يكون رطب، يعني بدل الفرينه تحط السميد رطب. تبعوا معايا مليح، يعني الطريقه ناجحه جدا، كنت قدمتها بزاف الاخوات خدموها ويعني وشكروني بزاف على هذه الوصفه. نتمنى ان شاء الله انكم يعني تفهموا مليح الطريقه كيفاش. كنا عندنا 500 سميد و500 غرام فرينه، كنا نقدروا نعوضوا الفرينه بالسميد، ولكن يكون السميد رطب، نحطوا 500 ساعة سميد متوسط و500 سميد رطب. واذا كان حابه تحط يعني السميد عادي يعني ما تحطش السميد رطب، حط كيلو تاع السميد عادي. بون قلنا 500 سميد 500 فرينه، هكذا نجيبوا كاس نتاع التاي نتاع الزيت. هنايا الزيت انا شخصيا نخدمها بزيت زيتون، انت اختي ما تحبش بزيت زيتون تقدر تحط زيت المائده، او تدير نص زيت المائده او نص او زيت المائده وحده، تحط نص زيت المائده زيت زيتون او زيت المائده وحده او زيت الزيتون وحده. كاس تاع التاي نتاع الزيت نحطوا 2 بياض بيض، دو بلون دو، 2 بياض بيض. نحطوا زوج مغارف كبار خميرة الخبز، زوج مغارف كبار خميرة الخبز، زوج مغارف كبار سكر حرش، زوج مغارف كبار سكر حرش، زوج مغارف كبار حليب بودرة، زوج مغارف كبار حليب بودرة، 20 غرام تاع الملح، يعني ما يعادل مغرف كبيرة معمرة تاع الملح، يعني هو في كيلو دائما 20 غرام، يعني مش يعني هذه حاجه متفق عليها. هكذا نحطوا طبعا الزرارع، ولا بعض المرات يقولوا السينوج، نحطوا الزرارع داكوغ، ونبلوا بالماء دافي. كنا نعاودوا كيلو نتاع السميد او نص كيلو تاع السميد مع نص كيلو تاع الفرينه، نحطوا لهم 2 بياض بيض، زوج مغارف نتاع الخميره نتاع الخبز، زوج مغارف تاع السكر حرش، زوج مغارف حليب بودرة، نحطوا الملح، نحطوا طبعا الزرارع ولا السينوج، ونبلوا بالماء دافي. هادو هما يعني المكونات نتاع هذه الكسرة. نبسوا الكسرة ديالنا، نحطوا كل المكونات على ضربة. بصح الخميرة نحطوها وحدها، الخميرة نحطوها مع السكر مع شوية تاع الماء ونخليوها تخدم، يعني نخليوها تتفاعل. من بعد نحطوا السميد، نحطوا الملح، نحطوا الزيت، نحطوا الحليب، نحطوا الزرالع ديالنا، ونحطوا بياض البيض. لما نشوفوا هذاك السكر ديالنا مع الخميره مع ديك الكميه تاع الماء بدا يتفاعل، نزيدوا نضيفوه. ومن بعد اخواتي هنا يتيلو كل وحده وسيده وكيفاش اللي تعجن بيدها. كامل تعرفوا كيفاش تعجن الكسره بالكوشه، هي يعني تتقطع تقطع كما نقولوا وتريط، تقطع وتريط يعني وترش بالماء تعجن وتعاود الكسرة ديال الكوشة، تتقطع مليح وتتنشف مليح
وتجي مطلوقه ما تجيش عاصيه، لانه كي تجيك معاصيه اي ما تصلاش، تجيكم ثقيله من الداخل. ولانها لو بيترا الله يبارك عليها تعجن بالبيترا، وتقعد طبعا دائما تزيد في المغير بالعقل غير بالعقل غير بالعقل، تخليه يعجن. كي تعجنوا وتخلصوا الكسره ديالكم كامل، واش نديروا اخواتي المستمعات؟ نضيفوا لها في الاخير قطيره نتاع الزيت ولا مغرفه صغيره نتاع المارغارين ولا الزبده، ندخلوها مليح. ومن بعد اخواتي انتي واش يجيبك زوج خبزات يعني الصينيه، اذا كان عندك الفرن كبير تجيك في صينيه كبيره، ولا شكلها بالطريقه اللي تحبها. نحطوها قبل ما نعجنوها ونخلصوا، نخليوها ترتاح يتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد نروحوا نحطوها في الصينيه ديالنا، نبسطوها في الصينيه ولا نقسموها على جوج، نبسطوها مليح نسويوها مليح. من بعد ندهنوها بالعظام مع شويه تاع الحليب ولا شويه نتاع القهوه سريعه الذوبان، ندهنوا مليح الوجه نتاع الكسره ديالنا، نرشوها بالجلجلان ونحجموها كما نكونوا نزينوها بالموس ولا بالفرشيطة، ولا نزيدوا ندهنوها بالعظام، نحطوا لها السينوج والجلجلان، نخليوها تطلع، نسخنوا الفرن ديالنا على 200 درجه، وتدخل الكسره ديالك تطيب، ما تخليهاش تطيب لك بزاف، ما تجيش حمراء من تحت وما تجيكش يابسه وما تنشفلكش بزاف، تعس عليها. هذا كان طابت لك من تحت تزيد شعلها من الفوق، اذا كان الفرن ديالك يطيب كي من تحت كي من الفوق لا علينا. ومن بعد كي تحمر الكسيره ديالك تجبدها تخليها تبرد وتقطعها. يعني اختي صدقني لما تجي تهبط الكسره ديالك والله العظيم كانها يعني اون ايبونج. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الطريقه وتتبعوا المقادير، قلت لكم يا اما نص كيلو سميد نص كيلو فارينا، او نص كيلو سميد متوسط نص كيلو سميد الطب، وتقدر تحط غير السميد المتوسط يكون يعني من النوعيه الممتازه باش تجيك الكسره ديالك مليحه. هنا اخواتي الفائده نتاع البياض البيض في الكسره هو عباره عن محسن طبيعي، يعني كما نقولوا بالما نضيفوا لاميليورون شيميك، نحطوا يعني محسن يعني طبيعي اللي هو بياض البيض، هو يعاون ويخفف الكسره ديالكم. المهم الكسره لازمك تعجنها مليح، تقطعها مليح اذا كان بالايد ديالك، تنشفها مليح، ولازم الكسره ديالك تجيك مطلوقه ما تجيكش عاصيه. نتمنى الاخت اللي طلبت الكسره راهي في الاستماع تجربها اليوم ولما لا، تعاود تتصل بينا تقول نجحتني الكسره، وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله.